السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا جماعة، رمضان بيخلي الجو عامل ازاي. احنا نزلنا عشان نشتري بقى مشتريات رمضان، نشتري الزينة ونشتري الفوانيس وحاجة رمضان. خليكم معايا لاخر الفيديو، هعمل لكم جولة. الاول هعمل لكم جولة واوريكم المحلات والحاجات اللي فيها زينة رمضان، وبعد كده في اخر الفيديو خالص هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها، فخليكم معايا بقى. بصوا احنا نزلنا اهو زي ما انتم شايفين، شوفوا الفوانيس جميلة وحلوة زي ما انتم شايفين اهو. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وبألف صحة وسلام يا رب، ربنا يعود علينا رمضان بالخير دايما. بصوا الشارع ده كله عايزة اقول لكم يعني مليان فوانيس ومليان حاجات ومليان ناس، برضو كان زحمة خالص علشان رمضان. انا كنت والله عايزه اعمل لكم جوله كبيره، بس من كتر الزحمه ما كنتش عارفه اصور، واصلا كنت زهقانه عشان الزحمه، ما بحبش انزل في الزحمه، فمعرفتش بقى اصور لكم كويس. بس ان شاء الله وعدكم ان شاء الله انزل هعمل لكم جوله كبيره وجوله جامده ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه او في حلقات تانية بقى. بصوا هنا بقى كنت بختار بقى حاجات لرمضان عشان نخليها في الشقه بتاعتنا. بصوا ده الهلال والنجمة، ده بلاستيك بيتعلق كده على الحيطة، وكمان الحاجات اللي انا كنت ماسكاها الاول دي معمولة من الفوم بتتعلق برضو على الحيطة. انا جبتها بس مرضش اعلقها بصراحة، لان انا مش ما بحبش الزق حاجة على الحيطة وتسيب اثر كده. بالنسبة للفوانيس بقى، الفوانيس كانت كتيرة جدا، وكان اختيار الفانوس كان صعب، كان صعب خالص. انتوا عارفين بقى لما تبقى الحاجات كتير بيبقى القرار صعب، الاختيار بيبقى صعب. دي عقد النور، افرات النور بس معمول على بعضها كده، كان في منها اشكال كتير، انا اخترت شكل هوريه لكم لما نروح ان شاء الله، وهوريكم كل الحاجات اللي انا اشتريتها. زي ما انا قلت لكم انا خدت الفانوس اللي هو في الاول ده، وكنت عايزه واحد كبير، فقلت بقى ايه اقعد اختار كده من بين الفوانيس. انا عايزه اوريكم بس الفوانيس رمضان عامله ازاي. ده اول واحد اهو بيفكرني بزمان، انا كان عندي واحد زيه وانا صغيره، وده اهو. انا عايزه اوريكم الاشكال، وكنت عماله اختار برضو. بصراحه كنت عايزه اخدهم كلهم، كلهم كانوا عاجبين. انا بحب الفوانيس جدا، واول ما بشوف الفوانيس بفتكر رمضان، حتى هم حاطين الفانوس قبل رمضان بكتير. انا بحب الفوانيس قوي، يعني بتفكرني بايام الطفوله من وانا صغيره، بحب الفوانيس قوي. وكمان متعوده كل سنه اجيب لي جنه وتوته فوانيس، حتى من وانا صغيره كانوا بيكسروا وكنت بجيب لهم تاني برضو. فبصوا ده بقى برضو شكل تاني اهو، كان في اشكال بقى كتيرة. دي الفوانيس الصغيرة شوية، في بقى الكبيرة دي اللي هي الخشب جميلة برضو. وبصوا اللي فوق ده برضو كان جامد، هي بصراحة التصوير ظالم الحقيقة بصراحة. بصوا في ايد جنة ده كان عاجبني، بس كنت عايزة اللون الاسود، ما لقيتش الاسود منه خلصهم، فانا اخدت ده. من اللي مش وحاجات اهي عشان نعملها مع بعض، جبنا كمان ايه الحاجات دي مش رمضان وهوريها لكم برضه. تقيله، خليكم معانا بقى، هنقلب الشقه دي كلها بعد ما عملناها كده ونضفناها امبارح، هنقلبها بقى خيمه رمضانيه. خليكم معانا شكلها هنعمل ايه، يلا بينا. اول حاجه معانا الفرشه بتاعت رمضان اهي، هنفردها دلوقتي قدامكم وهتشوفوها. سيبي بقى الحاجات التانية دي يا جنة، بعد ما نخلص فرش هنوريكم احنا جبنا ايه كمان. يا خليكم معانا بقى، اللي مشتركش في القناة ينزل بسرعة يشترك، واللي مشترك بنشكره جدا جدا، بس يحطوا لنا لايك بيفرق معانا كتير. يلا شوف هنعمل ايه دلوقتي عشان نقلب الشقة دي كلها زي ما قلت لكم خيمة رمضانية، ويلا مع بعض. يلا يا جنة نقيس بقى. أول حاجة الفرشة، أول حاجة كده حطهم هنا، ماشي حطهم عندك على الترابيزة كده، امسك صوت الجنة كده. هات بقى المقص، المقص اهو، المقص ورا اهو يا جنة، انا جبتهولك اهو، اهو المقص اهو، هنقص بقى على قدها. ايوه حطهم ورا كده عشان ما يرخمناش، حطهم ورا، حط الخدعيات دي كلها ورا. تعالي بقى عشان تقيسي على دي كمان، احنا قسنا على دي يا جماعه، قسي على دي كمان، قسنا عليها، حددي بقى بالمقص كده. هتعرفي يا جنة ولا اجي اساعدك؟
بسرعه بقى بسرعه كده. اللي عنده افكار برضو يكتبها لنا في الكومنت، وكل سنه وانتم طيبين. هنعملها بقى عشان الفيديو ما يبقاش كبير عليكم، انا همسك انا وجانا كده نقصها وهنوريكم الشكل في النهائي وهوريكم احنا عملنا ايه. كده كنت بشطب، قصيت كل الحاجات بتاعت الانتريه، وكنت بعمل بقى الخداديات اللي هي الصغيره دي، مش خداديات البتاع اللي بتتحط على الكراسي دي، بالقماشه اللي فاضت. وعايزه اقول لكم شكلها تحفه، القماشه دي متوفره في كل حته، يعني لو رحتوا اي محل بيبيع زينه رمضان هتلاقوا عنده، بتبدا سعرها من 10 جنيه وانت طالعه، بتبقى شكلها حلو قوي. زمان شايفين كده عملت 8 قطع قد بعض، كلهم قد بعض، يعني قسطهم الاول وعملتهم قد بعض بالظبط، وقصيتهم وظبطتهم. كنا فرشنا الكراسي فجانا دلوقتي بتفرش. اعملي واحده بقى في النص، احنا ما جبناش واحده بنفرش على فكره. اعملي بقى واحده كده في النص كده، بس خلي هي طمطم دي ولا بوجي دي ولا ايدي اهي. ماشي ظبطيها ايوه كده. اعملي واحده بقى على الايد الثانيه، اعملي واحده هنا. هنوريكم الشكل في الاخر، يعني الشكل النهائي يعني بعد ما عملنا. اعملي هنا بقى برضو اهو، اعملي مثلثه صح. اعملي بقى واحده كده ايه دي بتاعت بكار، اسمها المعزه رشيده. ايوه كنت بتفرج عليها وانت صغيره، كنت بتفرج عليها وانت صغيره. ماشي رمضان الحد. قولوا لنا يا جماعه في الكومنت، احنا هننزله النهارده الخميس، فقولوا لنا رمضان الحد ولا السبت، مش عارفين لسه الرؤيه ما بنيش. اعملي مثلث ايوه كده حلو، سيبيها بقى كده سيبي. ماشي اعملي بقى واحده هنا اعملي مثلث ايوه كده، شكلها جامد. خليها قصاد الثانيه، شايفه الثانيه فين؟ في اخر الايد ايوه كده. يلا يا جماعه نحط واحده، فاضل 2 بس. حط واحدة فوق هنا، خليها مثلث، خلي الناحية البيضة ناحيتنا ايوه كده المكتوب عليها. يا بنت انت قلبة بوجي ليه؟ قلبة راسه ليه؟ اعدليه ايوه كده، كده صح كده صح؟ ايوه كده تمام. خلي بوجي بس، خلاص بوجي هي اللي باينة. في ناس كتيره مش عارفين بوجي وطمطم زي ولادي كده، عشان هم اصلا ما كانوش بيتفرجوا عليهم وهم صغيرين، بقعد احكي لهم عنه وبوري لهم برضو على النت وبوري لهم الصور بتاعته. هم ممكن يكونوا عارفين بكار بس، يعني من الشخصيات القديمه دي. انا نسيت اسم بكار. ما انت بتقول اهو نسيت اسم بكار، ما انت بتقول. لا تمشي ايه، ظبطيها يلا بقى عشان نوريهم شكل النهائي، عشان الفيديو ما يبقاش طويل. بصوا يا جماعه هنوريكم بقى دلوقتي بوجي. جنة يا جماعه بتحط اهي الخدديات اللي بتاعتي مش هتبين، حط واحده شكل واحده يا حطي بقى وخلاص. هنعمل ايه؟ حطي كده، حطي الثانيه جنبها ايوه كده، مش لازم تلزقوا في بعض يعني. ودي اهي، فاضل اهم حاجه بقى شيل مفرج الابيض ده. انت ظبطي بقى ده الشكل اهو، بس مش الشكل النهائي برضو اهو. زي ما شايفين عملنا هنا على اول كنبه، ودي تاني كنبه اهي عملنا عليها، وده شكل الكراسي. قولوا لنا ايه رايكم بقى. فاضل لسه حاجات اللي احنا شارينا برضو لسه هنحطها، زي ما شايفين اهو ده شكل الكراسي، ودي الترابيزه دي اول حاجه. يلا يا جماعه هاتي بقيه الحاجه بقى عشان نرصها، وهنوريكم الفانوس اللي احنا جبناه. هات الفانوس، هتلاقيه في الشنطه دي. اي الحاجات اللي احنا جايبينها طلعي بقى. ايوه الشنطه دي هي دي بتاع الفانوس اهو، في قلبه اللي هي الشمعية ايوه ايدي كده. هنوريله في الاخر وهنطفي النور وهنعمل حاجات جامده، خليكم معانا لاخر الفيديو وشوفونا احنا هنعمل ايه. طب سيبيه بقى دلوقتي اطفيها، طيب اطفيها في الاخر خالص، هنعمله مع النور اللي احنا جايبينه بقى. العيشه دي هنبقى نحط فيها البلح اهو، هنحطها ازاي؟ ايوه سيبها كده، سيبها كده اي حاجه ايوه كده، شكله حلو. معانا بقى النور ده لسه هنعلقه ايوه كده اهو. بصوا هنا
افتحي افتحي البتاع اللي في قلبه ده. احنا اخترنا ده، احنا ورينا لكم احنا في المحل اكتر من شكل، فاحنا اخترنا الشكل ده، هو عجبني بصراحه. خليك انت في الروقان كده. حمص احمد قاعد يعمل ايه؟ شكله متشردين، جايب حرمكش وقاعد ياكل. فكتي يا جنة، جنة فكته اهو. بالراحه 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 عشان بيبوظ اللمبات، بتبوظ. هاتي وانا اعمله، هاتي وانا اعمله. عملته خلاص بالراحه. وهنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، اللي هو العقد اللي احنا جبناه، على فكره شكله جميل جدا، الهلال والنجمه كده. ادعوا لي ان ربنا يشفينا، كمان عندي برد شديد قوي، ربنا يشفيني مش في كل مريض يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان احنا جبنا زينه للجنينه وهنزين الجنينه كلها. تابعونا الحلقه الجايه ان شاء الله، هنوريكم احنا بنزين الجنينه، هنجيبها من فوق لتحت بنزين الجنينه. ومش عارفه بقى نعمل في الشارع ولا لا، لو لقينا وقت هنعمل كمان في الشارع. في نهاية الفيديو لو عجبكم النهارده ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان اسالكم اعمل جديده. بس انا عايز